ننتقل إلى جريدة اليوم السابع. حبس شاب ووالده تحرشا بثلاثة فتيات أثناء استقلالهن توك توك بستة أكتوبر. ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مواطن ونجله تحرشا بثلاثة فتيات بمدينة السادس من أكتوبر، وحيل المتهمان إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونجح الأهالي في ضبط المتهمين وإبلاغ الشرطة، حيث تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيقات.